انتوا اثنين صح وده معاكم صح كلكم تعالوا انا بجغمكم تط باذن الله عز وجل. ماركز ده زول زباله زيك وانجل زباله زيك عرفتها وفطومه زباله زيك فطومه احمد ابراهيم ونقط زباله تحت الجزمه دي انت كلامك تحت الجزمه دي افهم الكلام ده كويس افهم الا لا اي فاهم يا شيوع انا بكمل معاك احط معاك قرط انت فاهم الكلمه ده ولا ما فاهم والله لا اجغمك انت وشي شايله ده تط اصبر بس ماذا قال افلاطون افلاطون سجمان زيك افلاطون بتاع شنو عندنا رسول الله يا اخي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وذاك الاخضر الاخضر ده جاي جدع والله ماركس ما قال انما قال السالين كلهم فشل ماركس والسالين عرفتها رساله اخيره اختم لك بها عشان ما تقعد تتجدع للطلبه بكره نفوت بجاي تجي تعمل لك منبر وقال انجلس وقال استالين كله هوس قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده اللي بينفعك ده اللي بينفعك والدين الدين مش نصلح عشان يواكب الحضاره لا الحضاره هي التي تواكب الدين لانه الدين ده نزل من السماء نزل من السماء يا ناس يا طلبه انا اشك ولا اتيقن انه نازل في حاجه متناولين غير الشاي ساده انا ما اعرف ايش الله اعلم الله اعلم يا ناس زول يقول ليه الدوله خلاك شغال لما قلت ليه الدوله ده انت قلته هنا جوا ولا قلته بيتك هنا يبقى خلتك تشتغل برضه يبقى نفس السؤال سالتني ليه وانه ليه الدوله خلتك شغال انت ليه الدوله خلتك شغال في محل ما انا شغال طيب انت قلته حريه قالوا ولا ما قالوا حريه قلتوا ديمقراطيه قلتوا اشتراكيه طيب نحن احرار انتوا اشتغلوا قلتوا الله ما في مشكله نحن شغالين قلنا الله في جوا عينك بحريتك دي دايرين نناقشك بالحريه حريه انه اي زول يمارس شنو يا جماعه حريته انا دار اعمل دقن حر حر دار اقطع بنطلوني حر عرفته دار انغب مرتي اختي حر دار اجي هنا اجغمك يا شيوع حر حريه حرية صح ولا ما صح؟ حرية ليه انت تقول الازمة في السودان جماعة الهوس الديني وزيدل ولابد الحكومة ما كانت تخليهم يشتغلوا وليه الحكومة فاتحاهم؟ الا ينافي هذا كلامك ده الحرية؟ كذاب انت كذاب ومتناقض انا حر حر اشتغل اشتغل زي ما داير انت زعلان انت قلت حرية وانا غطى ليه؟ لانه احنا قاعدين نجغمك بفضل الله عز وجل نناقش كده بالعقل بتاعك انت عقلنا خليه عقل المسلمين دير كله خلي برا انت بس عقلك سوت شنو النظريه اخطر نظريه دي سوت شنو انت جزير زير كيس دكوا انت والله بكلمك جد يا ناس ما الكلام ما يبقى رجاله الزول ده بس بيتكلم اخطر نظريه سوت شنو النظريه دي سوت شنو ما فشلت الاتحاد السوفيتي في محل امه ذاته طيب جاي انت ده كحزب شيوعي فرتكتوا بقيتوا كم النظريه دي ما لمتكم ليه شيوعيين كانوا واحد طلع منهم حق بتاع الحاج وراك وحق بقت حقين والله ولا انا كذاب حركه القوى الديمقراطيه الجديده انبثق منها حركه القوى الديمقراطيه الحديثه بقوا اثنين وحركه القوى الديمقراطيه الجديده وحركه القوى الديمقراطيه الحديثه الاثنين ديل مرقوا من الشيوعيه بقوا كم؟ ثلاثه وانتوا قسموا تقسمين النظريه دي ما قدرت تلمكم انتوا تلم العالم انتوا سقطتوا الان وشابكني انتجت اكثر نظريه انتجت زي نوعك ده ولدتك انت فبيس المولود تستهبل علينا نظريه قويه ما قويه بكم يعني ما في حاجه يا شيخ ما في اي نظريه في قران في سنه ده اللي بيصلح الدنيا ده اللي بيصلح الدين والايات دي بنقرا لك والله تقرع قلبك وذهنك قرع ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ده الدين وده اللي بيصلح الدنيا وده اللي بيصلح الاقتصاد عشان كده عمر بن الخطاب قال نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين الإسلام فمتى ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله.